بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله تعالى شرح التمارين المتعلقة بمادة الاجتماعيات، والآن مع النص التاريخي. حاولوا أن تقرأوه قراءة متأني. بويع المولى إدريس الأول بمدينة وليلي سنة 172 هجرية الموافق ل 789 ميلادية، وكان أول من بايعه قبائل أوربة، بايعوه على الإمارة والقيام بصلوات ابن أبي زرع الأنيس المطرب بروض القرطاس، صفحة 19. السؤال الأول: أحدد مصدر النص. السؤال الثاني: أستخرج من النص اسم مؤسس الدولة الإدريسية. ثالثا: أستخرج من النص تاريخ البيعة ومكانها. رابعا: أذكر معلمتين تاريخيتين بمدينة فاس في عهد الأدارسة. خامسا: أعرف المصطلح التالي الأدارسة. سادسا: أذكر نتيجتين من نتائج الفتح الإسلامي. الجغرافيا: أولا: أضع علامة في الخانة المناسبة صحيح أو خطأ، تنخفض الكثافة السكانية في المناطق الجنوبي أي المناطق الصحراوية، يرتفع عدد السكان في القرى بسبب الهجرة القروية أي بسبب هجرة السكان من القرية إلى المدينة، يعني الهجرة القروية من القرية إلى المدينة، ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الغربية أي في المناطق الساحلية المطلة على البحر. الدار البيضاء ذات كثافة سكانية مرتفعة. أضع سطرا تحت ما يدل على المشهد الحضري: مباني فاخرة، جبال، طرق معبدة، مسبح بلدي، أحياء صناعية، شجر الأرجان. ثالثا: أذكر سببين ساهما في تراجع التكاثر الطبيعي بالمغرب. رابعا: أعرف المشهد. خامسا: ألاحظ الصورتين جيدا ثم أملأ الفراغ بما يناسبه: مشهد ريفي، مشهد حضري. التربية على المواطنة: أقرأ النص بتمعن ثم أجيب عن الأسئلة. إن الأطفال الذين يشاركون في الأنشطة الترفيهية ينشأون متوازنين سليمين، لكن من الضروري ممارسة هذه الأنشطة في سن مبكرة، لأن السنوات الأولى من عمر الطفل لها تأثير دائم على صحته وعلى قدرته على التعلم وعلى مقاومته لمشاكل الحياة. عن الموقع الإلكتروني لحدائق الترفيه: أولا: أستخرج من النص حقا من حقوق الطفل. ثانيا: أستخرج من النص فائدتين من فوائد الأنشطة الترفيهية. ثالثا: أبين السن المفضلة لممارسة الأنشطة الترفيهية. رابعا: أضع العبارات التالية في مكانها المناسب: هناك ما يتعلق بالعنف الجسدي، وهناك ما يتعلق بالعنف النفسي الذي آثاره لا تظهر بل تبقى داخلية في نفس الطفل: سب الطفل وشتمه، ضرب الطفل، السخرية من الطفل المعاق، تشغيل الأطفال، معاقبة الخادمة بالكي، سجن الطفل. خامسا: أعرف المصطلحين التاليين: سوء المعاملة وحقي في الترفيه. وأتمنى لكم إن شاء الله تعالى حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.